اوكي يو سي ان كمان صفر لانه كمان كونكتنج واير. اوكي فاذا هون شو عم بيقول لي فيريفاي ذا لو اوف اديشن اوف فولتجز، يعني بدي برهن انه هودي مش هن ان سيريز. يعني هل عندي الفولتج اللي البطاريه بتساوي هودي؟ خلينا هل الفولتج هي علامه الاستفهام معناتها هل الفولتج اليو بي ام بتساوي هودي؟ طيب يو اي الفولتج البطاريه قد ايه؟ 9. هل بتساوي الفولتج اليو اي بي قد ايه؟ طلعت 3. فولتج اليو بي سي 6، فتص 9 طلعت بتساوي 9، فاذا هو فيريفاي. كلير؟ هلا يا صبايا عندي هيدا السؤال، اوكي نفس قريب كثير للسؤال الثاني، اوكي بس عندي هن ان باراليل، اوكي فاذا بس عندي اياهم ان باراليل. اوكي فاذا 19 عندي تو ريزيستور ار 1 وار 2 هن ان، فاذا عندي تو ريزيستور ار 1 وار 2 هن ان باراليل، اوكي فاذا ار 1 ايكوال 40 اوم، اوكي فاذا ار 2 ايكوال 10 اوم. وعندي الكرنت اللي عم بتفقزن the generator send a current I okay which is equal to 1 ampere. okay هل بيقول لي calculate the resistance of the resistor equivalent to R1 و R2. how the two resistor in parallel. okay فاذا الايكوفالنت اللي لهم فيني بما انه بس تو فيني استخدم قاعده ضربهم. okay فاذا ضربهم على جمعهم يعني R1 ضرب R2. okay فاذا شو بتصير؟ 40 ضرب 10 على 40 زائد 10. اوكي فاذا 40 ضرب 10 قسمه 50 which is equal to 8 اوم. اوكي فاذا هودي تو ضروري تكتب بهالجمله تو ريزيسترز اوكي ان باراليل. فيني استخدم القاعده الثانيه اللي هي 1 اوفر ار ايكوفالنت ايكوال 1 اوفر ار 1 زائد 1، فاذا هون قاعده ثانيه اور زائد ار 2، سو 1 اوفر 40 زائد 1 اوفر 10. اوكي بعمل كومون دينومينيتور 40، 40 قسم 10 ايكوال تو 4 ايكوال 5 على 40. 1 اوفر ار ايكوفلنت هي 5 على 40، اذا ار ايكوفلنت هي 40 على 5 which is equal to 8 اوم. اوكي شو صار عندي؟ صار فيني قيم هودي التو ريزيسترز، اوكي حط محلهم ريزيستور واحد اللي هو الار ايكوفلنت بشكل نفس الكرنت اللي كان مارق من قبل اللي هو 1 امبير يضل مارق عندي هون. كلير؟ فاذا نفس الكرنت 1 امبير، فشو صار عندي؟ صار عندي ار ايكوفلنت قيمته 8 اوم مارق بقلبه قد ايه 1 امبير، صار فيني طلع الفولتج اللي له، اوكي؟ هلا شو بيقول لي؟ كالكوليت ذا فولتج يو اكروس ذا جنريتر، اوكي؟ كالكوليت ذا فولتج يو اكروس فاذا ذا جنريتر، طيب الفولتج يو اكروس ذا جنريتر اذا سميتها هيدي بي وهيدي ان هي بذاتها الفولتج على الار ايكوفلنت. طب بس ما انا بقدر طلع الفولتج على الار ايكوفلنت اذا طبقت اومز لو، لانه انا معي ار ايكوفلنت ومعي الكرنت، فاذا فيني اقول يو بي ان equal U R equivalent. فإذا فيني طبق Ohm's law on فإذا R equivalent. U R equivalent هي R equivalent مضروبة بـ I. 8 ضرب 1 equal to 8 volt. implies that U للجنريتر U P N هي 8 volt. اوكي؟ فصار معي أنا U للجنريتر 8 volt. اوكي؟ فإذا صار معي أنا U للجنريتر هي 8 volt. بس ما هودي ان باراليل، يعني الار 1 والار 2 هن ان باراليل مع الجنريتر، يعني اذا هيدي 8 فولت فهيدي 8 فولت اوكي وهيدي شو 8 فولت. كلير ولا لا يا صبايا؟ نحن هيك اخذنا بتذكروا باول درس اذا كان في عندي انا لمبه اثنيناتهم ان باراليل، اوكي شو كنا نقول؟ الفولتج لهاللمبه بتساوي الفولتج لهاللمبه بتساوي الفولتج لهم اثنيناتهم بتساوي الفولتج للبطاريه، اوكي؟ فصار معي انا الفولتج لكل وحده منهم هيدي 8 وهي 8. صار فيني طلع الكرنت اي 1 والكرنت اي 2، ما انت مثل ما بتعرفي انه هيدا الكرنت اي اللي هو 1 امبير بس يجي حيوصل على النقطه حينقسم اي 1 حيكمل بالار 1 اي 2 حيكمل بالار 2. ببارت سي عم بيقول لي طلعي لي الكرنت سكارد باي ار 1 وار 2 اللي هن اي 1 واي 2. هلا صبايا انت لما بدك بالحل تستخدمي كلمه اي 1 واي 2 بدك تفرجيني على الرسمه من هن الاي 1 اي 2، يعني بدك تعملي مثل ما انا رسمت بالضبط. اذا انت على الرسمه مش مفرجيتيني من هن الاي 1 والاي 2 بتاخذي زيرو. اوكي فاذا هون صرت كيف تطلع اي 1؟ ما انا معي الار 1 اوكي ومعي الفولتج صار فيني طلع اي 1 اوكي فاذا اومز لو اوكي اون فاذا ار 1 اوكي فاذا لطلعها اومز لو اون ار 1 فاذا اومز خلينا نكملها هون فيني احط هون بارت سي اومز اوكي لو اون ار 1. هلا يو ار 1 بتساوي يو بي ان مثل ما اتفقنا بتساوي 8 فولت اوكي لو اوف يونيكنس اوف مين اوف فولتجز ان باراليل اوكي
circuit. Clear? In parallel circuit. فشو بيصير في عندي؟ U R1 بتساوي R1 مضروبة ب I1 implies that I1 بتساوي U R1 على R1. Clear؟ فإذا نفتح سلايد جديدة. فإذا اوكي فاذا انا برجع بعيد انا هدفي طلع هيدا الكرنت اي 1 واي 2 تطلع كرنت اي 1 لازم طبق اومز لو لطبق اومز لو بدي يكون معي الفولتج بس ما انا بعرف الفولتج لانه الفولتج على الار 1 بتساوي الفولتج للبطاريه كلير فاذا بكل بساطه قلت يو ار 1 بتساوي يو بي ان ايكوال 8 لو اوف يونيكنس اوف فولتج ان بارالل سيركت فصار عندي اوكي اذا فينا نرجع نكتبهم ورا اذا بدكم اوكي فاذا خلينا نمحيهم هودي سو بارت سي ححله ورا اوكي سو بارت سي حنحله ورا يا صبايا هون اوكي سو بارت سي اوكي يو ار 1 بتساوي يو ار 2 بتساوي يو بي ان اوكي بتساوي 8 فولت لو اوف يونيكنس اوكي فاذا لو اوف يونيكنس اوف فولتجز اوكي ان بارلل اوكي فاذا سيركويت كلير فاذا هلا بطبق اومز لو اوكي اون R1 U R1 equal R1 مضروبة ب I1 معناته I1 هي U R1 على R1 8 على 40 8 قسمة 40 which is equal to 0.2 ampere هلا Ohm's law okay on R2 U R2 equal R2 times I2 which is equal to I2 equal to U R2 على R2 which is equal 8 قسمة 10 0.8 أمبير كلير هيك بكون طلعت الاي 1 مثل ما اتفقنا انا بالحل هون مستخدمي اي 1 واي 2 بس انا مفرجي لمعلمي من هي الاي 1 والاي 2 على الرسمه ما بحق لي استخدمهم الا لحتى فرجيها عليهم على الرسمه عم بيقول لي فيريفاي لو اوف اديشن انت مثل ما بتعرفي بالبارلل سيركوت في عندي لو اوف اديشن اوف كارنت شو يعني الكارنت ال1 اللي جايه المفروض ينقسم واحد هيك واحد هيك يعني المفروض الكارنت اي يساوي اي 1 بلس اي 2 عم بيقول لي برهني لي لو اوف اديشن يعني هل الكارنت اي هل بيساوي اي 1 بلس اي 2 اوكي الكرنت اي هو واحد هل هو بيساوي اي 1 دي 0.2 زائد 0.8 هاو دي 1 فاذا هيدي فيري فايلد كلير طيب هلا عندي هون يا صبايا 220 تو ريزيسترز ار 1 اند ار 2 ار كونكتد فاذا تو ريزيسترز ار 1 اند ار 2 ار كونكتد فاذا تنقيم هيدي اوكي فاذا Pins. Two resistors R1 and R2 are connected in series across a voltage 6.4. فإذا عندي بطارية عندي two resistor هوني مش راسم للرسمة بس أنا بكل بساطة فيني أرسم رسمة عندي two resistor connected in series هيدا 100 وهيدا 220 وعندي ال voltage 6.4 volt. Calculate the resistance of the equivalent resistor. فإذا series okay connection يعني شو بيصير في عندي series connection يعني R هيدا R1 okay وهيدا R2 فبيصير في عندي R equivalent هي R1 زائد R2 يعني 100 زائد 220 equal 320 ohm طيب شو صار عندي صار إذا هون عم يطلع current I صار فيني قيم هودي two resistors okay حط محلهم resistor واحد اللي هو R equivalent okay فإذا بشرط نفس الكرنت اللي كان مارق من قبل يمرق هون شو صارت الفولتج على R equivalent هي 6.4 هلا بيقول لي calculate the current I ما هيدا الكرنت اي اللي مارق بهالسيركوت القديمه هو بذاته الكرنت اي اللي مارق بالسيركوت الجديده فانا فيني طبق اونز لو اوكي اون ار ايكويفالنت اوكي فاذا شو هو يو ار ايكويفالنت بيساوي ار ايكويفالنت مضروبه باي ذن اي which is equal to U R equivalent على R equivalent U هي 6.4 اوكي فاذا على 320 so 6.4 قسمة 320 which is equal to 0.02 فالكرنت I هو 0.02 أمبير هيدا الكرنت I 0.02 أمبير طيب نفس الكرنت اللي مارق هيدا 0.02 اللي طلعناه بهالسيركت هو بذاته القديم لانه احنا هيدا هو كان شرطنا يا صبايا لما اخذنا هيدا هو كان شرطنا نحن يا صبايا لما طلعنا الـ R equivalent clear طيب هيدا الكرنت I اللي هو 0.02 اللي مارق باللي طلعناه هو بذات اللي هو اللي مارق بالـ R equivalent هو بذاته الكرنت اللي مارق بالـ R1 والـ R2 مظبوط يعني اذا سمينا هيدا I1 سمينا هيدا